بل وكبتوا معنا في هذا النهار ديال نهار العيد اللي كنجمعوا فيها سنويا كنجمعوا فيها البطانه ديال العيد اللي كنستو منها منتوجات جلديه 100% لانكم نتوما ركزتوا الظروف اللي كنمروا بها اليوم صعوبه ديال اننا باش كنقتنوا هذا المنتوج هذا باش كنديروا نعزلوه كيوكبتوه كيشتو كيفاش كيدوز البلاصه ديال الترياج كيفاش كناخذوا بطانه مزيانه بواحد الحله اللي ما فيهاش ثقابي بزاف وشو الصعوبه اللي كندوزوا فيها حتى الناس الاخوان حتى هما اللي كيعاونونا في الجميع ديالها جزاهم الله خيرا راكم شفتوا الثمره ديالها وبقى تبع عده مراحل هذه غير المرحله الاولى كاينه المرحله الثانيه ديال التمليح اللي كنملحوا البطانه فخديتوا بعض اللقطات ديالها وكاين المرحله الثانيه اللي غتمشي طريق ديال الفاس اللي كتهبط للسيريج وكتمشي دار الدباغ وكتدوز في عده مراحل غير باش نكونوا واحد المنتوج اللي يكون زوين اللي نواكبوا به الناس وتكون الحله ديالو زوينه ولنفسو الدول الاوروبيه. البطانات كاينين بزاف كاينين بين 10,000 11,000 8,000 9,000 على حسب البطانات اللي كاينين هما اللي كنجمعوا دابا كاين دابا على حساب كل كيجمع كاين اللي كيجمع 20,000 كاين اللي كيجمع 30,000 بطانه ولكن دابا حدد اليوم كاينه صعوبه كنشوفوا عشوا معنا الاجواء كاين قليل البطانه الناس مابقاوش كيحافظوا عليها القزاره مابقاوش كيحافظوا على البطانه كتجي البطانه كثيره مضروبه بزاف اللي صعيب باش كتقتني واحد البطانه اللي جوده زوينه وعاليه كنلقاو صعوبه كتعزل منها غير واحد 3000 ولا 4000 طانه ولا 5000 طانه يلا كنواكبوها وكنتبعوها وكن حتى كدوز واحد الدباغه اللي مزيانه وكدباغ بحله جيده اللي كنخرجوا منها منتوجات اللي جلديه اللي صالحه باش نبيعوها للزبائن. الانسان المسؤولين ما بقاوش يحاربونا حنا كصناعيه ماشي تجار لكن نصنعوا هذا المنتوج هذا يحاولوا يزيدونا واحد الاضافات يعطونا واحد المساحه اللي تكون معروفه بانه بحال دابا اليوم حاربوا الناس بلاصه ديال القريعه ما شراتش فيها البطانه يحاولوا حنا يجيو عندنا كصناعيه كناس اللي كاينين مختصين بالحرفه هما ديال جزاهم الله خيرا وكبوا لهم واحد البلايص اللي مزيانين اللي يكونوا واحد مؤطرين بالامن الوطني ورجال القوات المساعده وكبوها وتكون واحد النظاميه ماشي غيحاربوهم لا من ما تهزوش هاد البطانه راه هاد البطانه راه اقتصاد ديال البلاد راه هي راه كيخرجوا منها بزاف ديال المنتوجات اللي هي الجاكيطه الصمطه الصباط الساك بروتكليات بزاف ديال الحوايج كيخرجوا البوشيطات بزاف ديال الحوايج كيخرجوا من هاد المنتوجات لانه بغيتي تحاربوهم ما تخليوش لا ما شريناش هاد العام راه ما يبقاش المنتوج ديال الصناعه التقليديه البلغه الشربي الوزانيه الجاكيطه راه كلشي كيخرج من هاد البطانه هادي اللي كتشوف فيها الطعريجه راه كلشي كيخرج من هاد البطانه هادي اللي غتشدوها تلوحوها في النفايات راه الصناعيه كاينين الناس كياخذوا وقوت منهم لا مني انا لا من الصناعي اللي كيجمع لا من كيملح لا اللي كيدبغ لا ترونسبور لا هذاك مسكين اللي مريح في الدرب ما خدامش هو كيجي يجمع يعني راه عنده اهميه كبيره